السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في فيديو جديد عن ارتجاع المريء. ايه هو ارتجاع المريء؟ هو عبارة عن ارتجاع حمض المعدة للمريء، يعني الحمض بيرجع من المعدة الى المريء زي الصورة اللي هتبان قدامكم على الشاشة دي. وهنا اول ما بيحصل ارتجاع الحمض بتاع المعدة للمريء بيبدأ المريض يحس ببعض الحاجات. زي ايه؟ اول حاجة بيحس بيها اللي هو طعم معدني في بقه، يعني بيبدأ يحس ايه؟ يحس ان هو كأنه واكل برادة حديد او واكل ايه، حاجة معدن في بقه. كمان بيجي يقول لك ايه، انا عندي حرقة في المعدة، ويبدأ يشاور لك على المنطقة ايه بتاعة الصدر دي، ويبدأ يقول لك ايه، انا عندي الحرقة في المنطقة دي. طبعا ده بنسميه بالانجليزي هارت بيرن، وده اللي هو الحرقة في المنطقة دي. الموضوع بيكون سهل في الاول اما بيكون المريض حاسس بس الاعراض دي، ان هو بس حاسس بحرقة المعدة وحاسس بطعم معدني في المعدة. طيب هل في اعراض تانية ممكن تحصل لبعض المرضى؟ ايوه، في اعراض تانية ممكن تحصل لبعض المرضى. الاعراض دي هنقولها دلوقتي، ولو حسيت بيها لازم ان انت تتوجه للطبيب، مفيش حاجة اسمها لا تروح لصيدلي ولا تسأل صاحبك ولا الكلام ده. زي ايه؟ زي مثلا اول حاجة صعوبة البلع، يعني اما بتيجي تبلع حاجة بيكون صعب جدا ان انت تبلع. حاجة تانية وجع اثناء البلع، يعني اما بتيجي تبلع بتحس بألم في المنطقة هنا. بيبدأ كمان يظهر دم في اما تيجي بتاكل او حاجة، تيجي تخرج بلغم بيبقى في دم موجود. كمان فقدان الوزن الغير مبرر، يعني ايه؟ يعني الشخص لا عامل دايت ولا عامل اي حاجة وبياكل كل شيء ويبدأ ان هو يفقد الوزن. كمان ألم في الصدر. لو ظهر الحاجات دي اللي هو وجع اثناء البلع، صعوبة في البلع، دم او بلغم في دم، فقدان وزن غير مبرر، وألم في الصدر، يبقى لازم ان انت تتوجه للطبيب. ليه بتوجه للطبيب؟ لان الطبيب بيبدأ ان هو يعمل المنظار بتاعه قبل ما يعطيك العلاج علشان يشوف ايه المشكلة بالظبط وفي انهي منطقة. كده عرفنا كل الاعراض. طيب لو انت مريض عندك ارتجاع، ايه اللي انت لازم تعمله علشان ان انت تقلل موضوع الارتجاع او تقلل الالم بتاعك قبل ما بتاخد الدواء؟ يعني زي ما عودناكو، ايه هي النصايح اللي احنا هنديها لك ان انت تبدأ تعملها بدون ان انت تستخدم ادوية؟ اول حاجة ان انت لابد ان انت تقلل الوزن بتاعك. في بعض الاشخاص اللي بنبص نلاقيهم 100 فيما فوق، ده لازم انت توصل للـ80 والـ70. طيب اي حد بيزيد الوزن بتاعه يبقى لازم ان هو يقلل الوزن بتاعه. تاني حاجة المدخنين، لازم تقلل التدخين او توقفه. في ناس تيجي تقولك انا مقدرش اقلل التدخين، وبنقابلها مع ناس كتير جدا، وطبعا بنبقى زعلانين ومتضايقين، بس هنعمل ايه؟ بنقول له طبعا اتفرج على الفيديو بتاع توقيف التدخين، يمكن لعل وعسى ان انت توقف التدخين. طيب في بعض الناس يقول لك اعوذ بالله انا ما اقدرش ابطل التدخين، ده يعمل ايه؟ ده لازم تقلل التدخين، مفيش حل. يعني انت لو بتشرب علبتين في اليوم، وبنقابل ناس بتشرب علبتين وثلاثه، يبقى هي نص علبه في اليوم. طب لو بتشرب علبه يبقى ربع علبه في اليوم، يعني انت لازم تقلل كميه التدخين بتاعك. ثالث حاجه ان انت بترفع راسك على المخده عاليه وانت نايم، بحيث ان انت تمنع الحمض ان هو يوصل للمنطقه دي، فما بتحسش بايه؟ بالحموضه اللي انت بتحس بيها. رابع حاجة لابد ان انت تبعد عن الهدوم الضيقة، يعني لازم تلبس هدوم واسعة على اساس ان انت تمنع الموضوع ده. خامس حاجة ابعد عن الادوية دي خالص. اول حاجة الادوية الاسبرين، تاني حاجة المسكنات الاستيرويدية زي البروفين، البروكزيكام، الفولترين، وهنحطها لك دلوقتي على الشاشة عشان تعرفها، وكمان ابعد عن الكورتيزون. يبقى انا عندي خمس حاجات لازم اعملها قبل العلاج وقبل اي حاجة. اول حاجة قلنا ان انت لازم تخفف وزنك، تاني حاجة ان انت تقلل السجاير او تمنعها وده الافضل، تالت حاجة ارفع راسك على مخدة عالية، رابع حاجة ان انت تبعد عن الهدوم الضيقة وتبدأ تلبس هدوم واسعة، ابعد عن بعض الادوية اللي ظهرت عندنا على الشاشة. العلاج وده لازم يكون تحت اشراف طبيب. اول حاجة هي البروتون بامب انهيبيتور، وده اللي هو العلاج
العلاج الأساسي أو العلاج الأولاني. كنا اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده إن هو الأوميبرازول، البنتوبرازول، الرابيبرازول، الإسموبرازول، اللي هو اللانزوبرازول. وده بيستخدم إزاي؟ بيستخدم حباية واحدة قبل الفطار لمدة 4 أسابيع، ولو الحالة جديدة شوية لمدة 8 أسابيع. طيب افرض اني بيجي لنا حالات وبتيجي للاطباء حالات بيقول لهم والله انا مع حبايه واحده مش مستريح. طيب الدكتور في الوقت ده يعمل ايه؟ هيقول له خلاص هتستخدم حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء. يبقى ممكن ان الدكتور يضعف له الجرعه لحبايه الصبح وحبايه بالليل، وبتكون قبل الاكل بنص ساعه. نخلي بالنا قبل الاكل بنص ساعه. طيب تاني حاجه هي ايه؟ هو الرانيتيدين، وده طبعا اتلغى من السوق، في الفاموتيدين وفي السايميتيدين والنيزاتيدين. دول 3 حاجات بيستخدموا، ولكن دايما الدكتور دايما بيلجأ للبروتون بامب انهيبيتور اللي هو بيعتبر الافضل والاسرع. طيب فرضا في ناس بتقول يا دكتور والله انا باخد الاوميبرازول او اخواته وبستخدمه صبح وليل، ولسه حالات بعد الغداء بحس بالحالة دي مع اني مبطل تدخين وعامل الكلام اللي انت بتقوله. طب في الوقت ده اعمل ايه؟ بننصحه وبنقوله لازم تستخدم يا اما جافيسكون يا اما الملوكس، حاجة من الاتنين دول. في الوقت ده بتستخدم معلقة كبيرة 20 ملي، في الوقت ده هو ايه؟ بيهدي الموضوع خالص، ويبقى انت كده سيطرت على ايه؟ سيطرت على ارتجاع المريء. في اخر الفيديو بتاعنا بننصح بلاش تستخدم الادوية اللي احنا قلنا عليها دلوقتي الا تحت اشراف طبيبك، لان هو اكتر واحد بيكون عارف الحالة بتاعتك، وخصوصا لو انت محتاج لمنظار او لا علشان يعرف الحالة كويس جدا. في اخر الفيديو بتمنى لكم كل صحة، واتمنى ان انتوا تشيروا الفيديوهات عشان الناس كلها تستفاد، وشكرا لكم وسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.